أما بعد أيها الناس، فاتقوا الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلنتأمل أيها الإخوة الأحباب في هذه الآية الكريمة وما تحمله من معان راقية. فالله سبحانه وتعالى يعد عباده المؤمنين الذين لا يريدون العلو في الأرض ولا يريدون الفساد بالنعيم في الدار الآخرة التي هي دار المستقر ودار الحساب. وقد قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اليوم العمل وغدا الحساب، وغدا أي يوم القيامة، يوم يرى الإنسان جزاء عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، يوم القيامة تتزلزل الأرض وتخرج أثقالها وتشهد بما كان يفعل عليها من خير وشر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأما معنى الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، تلك تعظيم لها وتفخيم لشأنها، يعني تلك التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها. وقول الله تعالى: نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي لا يريدون بغيا وظلما ولا يريدون فسادا أي عملا بالمعاصي، والعاقبة أي المحمودة للمتقين. وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال: ذهبت الأمان هاهنا. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يرددها حتى قبض رحمه الله. ويروى عنه رضي الله عنه أنه قال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل وغنيها فقير، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، والمغرورون من اغتروا بها فركبوا المعاصي ما صنع التراب بأبدانهم والرمل بأجسادهم والديدان بعظامهم وأوصالهم. كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة بين خدم يخدمون وأهل يكرمون وجيران يعضدون، فإذا مررت فنادهم إن كنت مناديا، وسل غنيهم ما بقي من غناه، وسل فقيرهم ما بقي من فقره، وسلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة. فكم من ناعم وناعمة أصبحوا ووجوههم بالية وأجسادهم من أعناقهم ناعية وأوصالهم ممزقة، قد سالت الحدق على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا، ودبت دواب الأرض في أجسادهم،
وفرقت أعضاءهم ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا حتى عادت العظام رميما. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. وقال بعضهم أن في هذه الآية تنفير عن متابعة فرعون وقارون. واسمعوا يا إخوة الإيمان، من هو قارون وما هي قصته؟ كان قارون عم ابن سيدنا موسى عليه السلام، وقد رزقه الله تعالى سعة في الرزق وكثرة في الأموال حتى فاضت به خزائنه، فلم يعد يستطيع حمل مفاتيحها جمع من الرجال الأقوياء. لكن قارون لم يكن عبدا شكورا، فبدلا من أن يطيع الله تعالى أخذ يغتر بنفسه ويتكبر ويتجبر على قومه. ويروى أنه عندما أنزلت فرضية الزكاة على سيدنا موسى عليه السلام أخبر موسى قومه بما يجب عليهم، وقال لقارون مذكرا إياه بتقوى الله وحقه أن على كل 1000 دينار دينارا وعلى كل 1000 درهم درهما. فحسب قارون ما يترتب عليه من زكاة فاستكثره، فشحت نفسه، فكفر بما جاء به موسى عليه السلام لأجل المال والعياذ بالله تعالى. ثم قال لجماعته آمركم أن تحضروا سبرتا العاصية فتجعل لها أجرة على أن تزعم أن موسى أراد الزنا بها والعياذ بالله تعالى. ففعلوا ذلك وأرسلوا لها قسطا من ذهب مملوءا قطعا ذهبية. فلما كان يوم عيد لهم قال قارون لسيدنا موسى إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بسبرتا. فقال عليه السلام دعوها. فلما جاءت استحلفها موسى عليه السلام بالله تعالى الذي خلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق في كلامها، فتداركها الله تعالى برحمته فتابت وتبرأت مما نسبوا إلى موسى وقالت كذبوا، بل جعل لي قارون أجرة على أن أتهمك بالزنا وهذا كفر والعياذ بالله تعالى، والتوبة منهم تكون بالشهادتين. الحاصل أن موسى سجد عليه السلام ودعا الله على من ظلمه، فأوحى الله تعالى إليه مر الأرض بما شئت يا موسى فإنها مطيعة لك. وفي اليوم التالي خرج قارون كعادته في موكب كبير يضم آلاف الخدم والحشم، وقد تزينت ثيابهم بالذهب والجواهر وركبوا على بغالهم وأفراسهم، وهو يتقدمهم على بغلة شهباء زينها وقد ارتدى أجمل ثيابه وأفخرها مزهوا بنفسه متطاولا متجبرا متكبرا، والناس على الجانبين ينظرون إليه بدهشة، ومنهم من اغتر به فقال هنيئا لقارون إنه ذو حظ عظيم مال وجاه. فلما سمعهم بعض الصالحين من قومهم نصحوهم أن لا يغتروا بزهرة الدنيا فإنها غرارة، ودعا سيدنا موسى عليه السلام، دعا سيدنا موسى فقال يا أرض خذيهم، فأخذت الأرض قارون الملعون ومن معه من أتباعه الخبثاء. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. معاشر المسلمين،
إن التواضع يا أحبابنا زينة المؤمنين وسبت المهتدين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يحبون إخوانهم في الله ويلينون في أيديهم ولا يظهرون تجبرا ولا يظهرون عنة ولا فسادا، أولئك هم الفائزون. فقد قال الله تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بخلق التواضع: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والمعنى: ألن يا محمد جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم. اللهم اجعلنا من عبادك المتواضعين الزاهدين الصالحين العابدين.